الصالحات. هنا قال ومر معنا هذا الحديث لكن نمر عليه او عليه على عجلة. قال فدعا بتور. ما معنى التور؟ ما معنى التور؟ تفضل. قال القاضي عياط المشارق وذكر فيها التور بفتح التاء وثور من حجارة وهو مثل القدر من حجارة. نعم، إذا هنا مثل القدر، جواب آخر. تفضل. قال القمعيين القدح من سفر أو من حجارة. نعم، إذا أيضا قدح. وقال العيني الطشت، وقال الجوهري هو إناء يشرب منه. فإذا عم وجعله مطلقا أنه أي إناء يشرب منه. فدعا بتور، إذا عندما هو إناء يشرب منه هذا ماذا يدل على صفة الماء؟ ماذا يدل على صفة الماء؟ تفضل. لا تفضل. نعم، أن الماء كان قليلا. فإذا انظر أخي في الله إلى حالك، عندما تطلب ماء لكي تتوضأ فيؤتى لك بالماء في الوعاء الذي تشرب منه، فهذا يدل على أن الماء قليل. لو سمحت أريد أن أتوضأ فيأتيك بكأسة، في زماننا يقول لك أتوضأ. هكذا كان حالهم، اقتصاد، ولكن أين نحن منهم؟ فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم. ما معنى فتوضأ لهم؟ تفضل. ما معنى فتوضأ لهم؟ أي لأجلهم. نعم، من أجلهم، فتوضأ من أجلهم. هذا ماذا يدل فيما يتعلق بالنية؟ ماذا يدل ذلك فيما يتعلق بالنية في الأخير؟ جواز تشريك النية. نعم، جواز تشريك النية بماذا؟ بالتعليم والنظر لله. بداية نأتي إلى أصل القاعدة التي ذكرت، جواز تشريك النية بماذا فيما يتعلق؟ العبادة التعليم أكثر من الشهر. بما يتعلق بالطاعات، بما يتعلق بالطاعات، فيجوز لك التشريك فيما جوزه الشرع. وهنا جمع صحابي الحديث بين نية الوضوء ونية تعليم الناس. فهنا فدعا بتون من ماء فتوضأ لهم وضوءا. ما معنى وضوءا؟ فتوضأ لهم وضوءا. تفضل. نعم، مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أنواع التشبيه، من أنواع التشبيه في اللغة، فقد تذكر الأداة وقد تحذف على تفصيل لا حاجة لنا به الآن. فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور، فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين. ما معنى المرفق؟ ما معنى المرفق؟ تفضل. فاصل بين الساعد وال قال العيني هو العظم الناتئ في الذراع. وحاولوا إخواني في الله قدر الإمكان أن لا تجيبوا من أذهانكم، أجيبوا من نقولات عن أهل العلم، فبذلك تبقى ضمن دائرة النقولات عن أهل العلم، فلا تجتهد ولا تتصرف. ففسر ذلك العيني وغيره، قال العظم الناتئ في الذراع سمي بذلك لأنه يرتفق في الاتكاء ونحوه. فإذا هذا هو المرفق، وكثير من الناس يسمونه الكوع، وهذه تسمية لا توافق العربية ولا توافق نص القرآن. فإذا هنا ينبغي التنبه. قال ثم أدخل يده فمسح رأسه
فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين. وهذا هو الشاهد من رواية الإمام البخاري لهذا الحديث كما ذكر أخونا في بداية الدرس، ثم غسل رجليه إلى الكعبين.